الرمل بينحم، اي حدا بيفكر يطلع فيك او بيحاول يطلع فيك او بيتمنى يطلع فيك. خلاص يا سيادة الضابط، خلاص جزاك الله الخير، فهمت عليك. خلاص اي احد يتعرض لي او يريد يتعرض لي او يتمنى حتى يتعرض لي اجيك واخبرك بالحال يا عمي. طيب ونهل القبيلة ربطوه وما خلوه يتحرك؟ ايه وندهنوه بالدبس لاجل ياكلوه الجرانيع. جر معك ضريبة اللي يمصع رقبتك يحطه بين رجليك، العمى بقلبك شو حيوان؟ شو صار ساعة عم نحكي لك هان؟ لازم تجوا تخبروني. ان شاء الله ان شاء الله. خلاص افتهمنا، لازم نجي ونخبرك. بري عليكم يلا. يلا لشوف قلطوا من هون انتوا اثنين. شو يقلك؟ وين قلطوا؟ قلطوا يعني تعال انت لو من هون ونحلق هذه عشيرتنا ديرتنا. طيب يلا. اهلا عليكم. هاي وقت. هلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي جرب يا حضره ما يجيب. مع السلامه. الله يسلمك. يا جماعه الخير. والله انا راح انجن. راح انهبل. ليش 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 تنهبل؟ بين شغله ماني قادر افهمها. وش هي؟ القصيده اللي انا قلتها، صحيح انا قلتها، لكن يوم قلتها ما كان بي احد غيري، يعني من هو اللي سمعها وكتبها وراح علقها على دكان نوفل؟ مين ذا؟ يكون العفاريت الزرق. ايه هذه الصوات ما يساويها غير العفاريت الزرق. يوي اقول لك انا مرتين شفت عفريت ازرق. راكب وانيت اطار نرنب راكب نعنز فوق الخيل. سلم هاوش. ايه صدق شذو يمين شاد، يعني انتم مصدقين كلامي؟ اقول لك شفته بل وانيت صدق. لله يا خلف ام هاوش انكم والنعم منكم اولادين حلال، يعني انا اوعدكم اني اكتب فيكم قصيده واعلقها على باب نوفل بنص الديره. يمين اي قصيده مدح. الله يسلمك. خلنا الحين بسوات الشين المصيبه هذه، وش الحل؟ خلنا لقيته. وش هي؟ لقيته. وش هي اللي لقيته؟ لقيته. وش لقيت؟ نسيته. لقيته. قل وش هي؟ داويها بالتي هي الداء. بلقاء. ما افتهم ولا حنة. قصدي تكتب قصيدة مدح في سمعان، خليه يلين قلبه وتعود المه لمجاريها. صح لسان صح بدنك يا الخال. من سابع المستحيلات. وخرتها ثلاثني مثل قبل اشوف الشوف. وش بلا جحش يقلك في شعر متلبس وشعر متجحش. خاف من العفاريت خاف. وش قلت يا ولي يا يمه؟ شو وش هو؟